أحسن الله إليكم. المرسلة هاء دال من الرياض تقول في سؤالها الأول: هل صحيح أن الذي صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لن يلج النار؟ وهل معنى ذلك أنه في الجنة؟ وهل من صلاهما سوف يرون الله سبحانه وتعالى في الجنة كما يرون القمر؟ ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تضامون في رؤيته، يعني الله جل وعلا؟ نعم، الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها المراد بها صلاة الفجر، صلاة العصر. وفي الحديث الصحيح: من صلى البردين دخل الجنة. الله جل وعلا يقول: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر، لما في هاتين الصلاتين من الفضل العظيم، ولأنهما تجتمع فيهما الملائكة الحفظة، ملائكة الليل وملائكة النهار، يشهدون مع المسلمين صلاة الفجر وصلاة العصر، فكانت لهما هاتان المزيتان على غيرهما من الصلوات. ومن حافظ عليهما فإنه يرى ربه يوم القيامة، قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. ومعنى قوله لا تضامون أو لا تضامون بروايتين في رؤيته سبحانه أن كلا يراه من غير زحام، من غير أن يجتمع في الناس في مكان واحد ليروه جل وعلا، وإنما كل يراه وهو في مكانه. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لذلك برؤية الشمس ورؤية القمر، كل يراها وهو في مكانه، ولا يزدحم الناس لأجل أن يروا الشمس أو يروا القمر. فكذلك الرب جل وعلا يرى من غير مزاحمة ومن غير مضايقة بين الناس، وهذا من تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من تشبيه المرء بالمرء كما يقول أهل العلم. نعم.